أعزائي المشاهدين، جمهور الأهلي، مساء الخير. النهاردة أول حلقات برنامجنا، واحد يقول لي بتتكلم بطريقة دمها تقيل، أقول عشان لسه ما نعرفكوش وما خدناش عليكو، عشان نتكلم ونقول أصدقائي أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة وأولى من برنامجكم وبرنامجي المفضل، برنامج الفار. اهلا وسهلا بكم في اولى حلقات برنامجنا الفار مع احمد نادر على الاهلي اونلاين تي في. البرنامج بتاعنا بيتكلم عن المباراه ولكن بشكل مختلف تماما، وعشان كده سميناه الفار. بنتكلم تاني يوم المباراه بطريقه مختلفه وطريقه قيمه وقامه، بنتكلم فيها على الحاجات بقى اللي محدش خد باله منها، او الحاجات اللي خد باله منها وعمل نفسه مش واخد باله منها، او الحاجات اللي انتوا خدتوا بالكم منها واحنا ما خدناش بالنا، يعني مش متاكد. برنامجنا هيعالج الحاجات بشكل مختلف وبشكل عين تانية خالص او عين تالتة او رابعة مش متأكد، ولكن هنحاول ان احنا نشوف الحاجات بشكل مختلف تماما، سواء على مستوى الخططي، على مستوى اللقطات اللي حدثت بشكل مختلف في المباراة، تصرفات المدربين، تصرفات اللعيبة، اي شيء ممكن يخطر في بالك، وهيكون لك مطلق الحرية انك تشاركنا بكل حاجة مختلفة انت شفتها او حد من اصحابك شافها او على القهوة شفتوها او اي حاجة. نبدأ نتكلم على مباراة امبارح واللي كانت بين النادي الأهلي ونادي وادي دجلة. طبعا الأهلي متصدر البطولة برصيد 180 ألف نقطة، الأهلي طبعا معدي الفلنكات برصيد 65 نقطة، وعن يعني فرق عن أقرب ملاحقي 17 نقطة طبعا اللي هو نادي الزمالك، وطبعا في ثلاثة بتوع الأوتوبيس، عشان محدش بس زي ما جاي يقول له أبو مش ناس لكم، الأوتوبيس ثلاثة بتوع ما جاش. فطبعا الفرق تقريبا حوالي 20 نقطة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك. الأهلي كان بيلعب وادي دجلة واللي جايب 26 نقطة. نادي وادي دجلة طبعا نادي بنوجه له التحية، نادي طموح ونادي قوي، وامبارح طبعا أثبت ان هو من الأندية اللي قادرة تقدم أداء ندي وأداء قوي وأداء قيمة، وقام برضو عادي جدا قدام النادي الأهلي، ولكن استطاع الأهلي أن يتفوق بهدفين للا شيء أحرزهم البابا الحقيقي كابتن مروان محسن، وطبعا كابتن حمدي فتحي في كورة ولا أروع. المباراة بدأت طبعا بين نادي الأهلي ونادي وادي دجلة بالشكل الطبيعي، الأهلي ضاغط وادي دجلة بيدافع وبعدين وادي دجلة بيبدأ يضغط، وهكذا المباراة كانت سجال لحد ما قدر الكابتن مراد محسن انه يحرز هدف عالمي من كورة طبعا عرضية من جيرالدو، وقدر ان هو يرتقي بين الاثنين لعيبة وقاد يلا وراح حاططها طبعا على يمين الحارس، ويتقدم الأهلي بهدف مقابل لا شيء. وادي دجلة طبعا الشوط الثاني بيبدأ ان هو يضغط وبيبدأ ان هو يلعب بكل خطوطه، ضغط على النادي الأهلي وبيحرز هدف، ولكن بيتم إلغائه عن طريق الفار اللي هو طبعا مش احنا، ولكن الفار اللي هو اللي بجد مش المهم. يعني بعد كده الحكم مجاد جريشة بيحسب 7 دقايق وقت بدل ضايع، وبيقدر الكابتن حمدي فتحي ان هو يحرز هدف ولا اجمل ولا اروع، والتسديده من بره ال 18. طبعا حاجه جميله جدا ان احنا نشوف اجوان من بره ال 18، لان هي يعني بقت نادره في الكوره بتاعت اليومين دول اللي بتبقى كلها لعب تاكتكس ولعب مقفل وبنلعب مان تو مان والحاجات دي. فطبعا ياخد الكوره ويستلم ويدوس الارتو الجميله ومعاها المربع ويروح حاططها على طبعا شمال الكابتن الكبير حارس مرمى وادي دجله عبد المنصور. الأهلي قدر ان هو يتفوق طبعا زي ما قلنا بهدفين مقابل لا شيء، وبكده الأهلي بيضمن صدارته في المنطقه الدافئه جدا جدا جدا، لدرجه شايفين احنا بنعرق من كتر المنطقه الدافئه بصراحه يعني. وطبعا بيفرق عن نادي الزمالك لحد دلوقتي ب 17 نقطه، وزي ما قلنا في الثلاثه بتوع الاتوبيس، فحوالي 20 نقطه فرق. طبعا عايزين نستغل الفرصه بقى يا جماعه ونقول للناس خفوا شويه على اللعيبه وخفوا شويه على الاهلي، الناس واخده الموضوع جد، اصل ده عمل ايه وبتاع وريبورتات في ايه في يا ابني، انت هو يا ابني بالراحه. الاهلي نادي كبير ويستحق الدعم من جمهوره، ويستحق الدعم ان هو يبقى افضل نادي في افريقيا ويرجع لمكانته اللي هو اصلا ما نزلش منها اساسا. يعني الاهلي اول الدوري بفرق 20 نقطه عن اقرب ملاحق من 17، انا عارف ان في اتوبيس عشان بس شو اللي انت ناس. فنرجع لموضوعنا يا جماعه، الاهلي عامل نتائج رائعه، ومش معنى ان هو خسر ماتش في النهايه، انت برضو بتلعب الزمالك، والزمالك فريق مش قليل، الزمالك فريق كبير، وده ماتش ديربي، دايما الديربي في العالم كله بيبقى ليه حسابات مختلفه. ففكره ان انت خسرت ماتش او ما كنتش موفق في ماتش دي حاجه عاديه، ممكن يبقى الاهلي في افضل حالاته والزمالك في اسوء حالاته والزمالك يكسب، والعكس ممكن يبقى الزمالك في افضل حالاته والاهلي في اسوء حالاته ومع ذلك الاهلي بيكسب. فبالتالي دي مباراه بيبقى ليها حسابات خاصه، فيجب ان احنا ندعم اللعيبه بتوعنا، وخاصه يا جماعه مروان محسن. يعني الراجل بعد الانتقادات الشديده اللي اتعرض لها وبعد موضوع الاوفسايد والكره اللي هي عدت منه والكلام ده كله، الراجل جاب جول الفوز في الجونه والراجل جاب جول في وادي دجله، فيا ريت ندعمه وندعم لعيبتنا، وعايزين نقف في ظهرهم يا جماعه. فين جمهور الاهلي يا جماعه؟
دي كانت الحلقة الأولى، ونتمنى ألا تكون الأخيرة من برنامجكم وبرنامجي المفضل الجديد برنامج الفار. وبنوعدكم طبعا أن إن شاء الله يكون في فقرات جديدة وفقرات قيمة وقامة، وبنطلب منكم طبعا أن أنتم تشاركونا. لو عندكم أي مقترحات ياريت تكتبوا لنا في الكومنتات تحت أو تبعتوا لنا مسجات عايزين نقول إيه في برنامج الفار، إيه اللي أنتم شايفينه مختلف في المباراة، إيه اللي أنتم عايزين تشاركوا بيه أصحابكم، إيه اللي أنتم عايزين ترازوا بيه أصحابكم. هنكون في ظهركم وبرنامجكم الجديد برنامج الفار على الأهلي أونلاين تي في.